اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده الشعب المباشر بالدار البيضاء وبالضبط بالقصرية الحي المحمدي. جريمه بشعه راح ضحيته هو الشاب عساس ديال السوق اللي صفاها ليه تيلقي الحوت. شاب تيلقي الحوت بجوج مضريفين، انا لله وانا اليه راجعون. اسباب مجهوله، سوء تفاهم، انا لله وانا اليه راجعون. زميلي راشد غيكمل لكم حيت هو اللي حاضر. إذا مباشرة مشاهدي قناة عبير المباشر، جريمة نكرة سجلها الرأي العام هنا بمنطقة الحي المحمدي عين السبع. جريمة نكرة راح ضحيتها عساس من طرف مول الحوت. مول الحوت صفها السيد ذا من بارد، طعنة قاتلة على مستوى البطن ديالو لدرجة أن الموت باش كان هاز خرج ليه من ظهره. إذا كما كتشاهدوا معنا حضور الشرطة العلمية والتقنية لعين المكان للوقوف على هذه الجريمة التي اعتزلها الرأي العام هنا بمنطقة الحي المحمدي عين السبع. إذا كما كتشاهدوا حضور السلطة المحلية، الأمن الوطني، كل شيء حاضر هنا لهذه الجريمة التي راح ضحيتها أحد الأشخاص بطعنة غادرة من طرف أحد كما تيقولوا هنا مول الحوت. مول الحوت صفاها الشخص بدم بارد بدون سابق إنذار ودون أي شيء، تم تصفية الشاب في مقتبل العمر ديالو. مول الحوت اللي صفاها لهذا الشاب بجنوية كبيرة كما تيقولوا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلطة المحلية حاضرة هنا، الأمن، الشرطة القضائية، الجميع حاضر هنا لفك لغز هذه الجريمة التي اعتزلها الرأي العام هنا بمنطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء بالضبط بسوق بازيل. والغريب في الأمر أن هاد الشباب بجوج الله يعمرها دار، جوج مضريفين، ضريف خدامين حلال، سوء تفاهم، سوء تفاهم. الدراري هاد الشباب راه خدامين حلال، هذاك الشيء لقي الحوت مجوج والاخر راه خدام عساس ديال السوق. سوء تفاهم، سالم جريمه. قدروا هادشي يقولوا كاين الاكتئاب النفسي، قدروا يقولوا اكتئاب، ضغوط، الضغط ديال الحياه. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه، الله يصبر العائله ديالو. الام تاهي فواحد الحاله يرثى لها، حاله كارثيه. اذا كما كتشهدوا معنا حضور الشرطه العلميه والتقنيه والشرطه القضائيه وقائد الملحق والسلطة جميع الشروطات حاضرة هنا بمنطقة حي محمدي. تنظن أن الجاني لا زال في حالة فرار، الأمن مازال كيقلب عليه كما تنقولوا. الضحية تم نقله إلى مستعجلات محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، غالبا وصل في حالة وفاة لأن الضربة قوية وقوية بزاف على مستوى البطن، مما أدى إلى الله يستر خروج الدم من فمه. وشهود عيان أكدوا أن الضربة واعرة واعرة بزاف. الله يرحمه في هذا النهار بجوجهم. حنا قرابين من هذه المنطقة وكنسكنوا في هذه المنطقة، مشاهدة الناس بجوجهم ضريفين ولكن أشنو وقع، خدامين على الحلال، خدامين على هذاك. ولكن كما كتشاهدوا معنا صراحة التهور والاستهتار، هذا كان خدام الصدمة ديال الأصدقاء ديالهم، مصدومين الأصدقاء ديالهم. غادي نحاولوا أن نقربكم من الشهادات ديال بعض الشهود عيان. وهذا الشيء في حي محمدي صراحة جريمة ثانية في نفس تقريبا في نفس المكان اللي هو سوق بازيل، بعد ما أن أحد الأشخاص صفى مول ديسير اليوم مول الحوت. من بعد ما مول ديسير اليوم جا مول الحوت، ياك مول ديسير اللي كان صفاه مول الطاكسي في نفس البلاصة، في نفس البلاصة تقريبا. مول ديسير اليوم مول الحوت، الله يرحمه، الله يرحمه في هذا النهار، الله يوسع عليه والله يصبر العائلة ديالو. كما كتشاهدوا معنا حضور الشرطة القضائية اللي عين السبع حي محمد. إذا كما كتشاهدوا معنا جريمة مروعة راح ضحيتها أحد الأشخاص هنا بالحي المحمدي من طرف مول الحوت. من بعد ما مول ديسير صفاها مول الطاكسي، اليوم جا دور على مول الحوت اللي صفاها مول الطاكسي. إذا كما كتشاهدوا معنا حضور الشرطة العلمية والتقنية، الشرطة القضائية، الكل حاضر هنا لفك لغز هذه الجريمة التي راح ضحيتها أحد الأشخاص اللي هو عساس من طرف مول الحوت. الشرطة القضائية حاضرة في شخص رئيس الشرطة القضائية الأمن حي محمد عين السبع. الجريمة
النقرة اللي كنقولوا واللي وقعت هنا في سوق بازيل. وهذا السوق عرف قبل عدة أيام باقي فرار وجا جا جاني لا زال في حالة فرار. تنظن أن الحنكة ديال الشرطة القضائية هنا من منطقة الحي محمد يعني سبا أكيد غادي يلقاو عليه القبض في أسرع وقت ممكن. الروح عزيزة عند الله، الروح عزيزة عند الله كما تنقولوا، الله يدير شي تو ديال الخير. العائلة ديالو الأصدقاء ديالو اللي في حالة صدمة ما عرفناش هاد الجرائم، والله العظيم لا بعض المرات ما كتعرفش شنو كاين صراحة. الله يرحمه والله يوسع عليه ضيق الموضوع. وجاني صراحة هو أصلا خدام بالموس خدام بالمضى كما تيقولوا بالدارجة، وصفى ليه بدم بارد سوء تفاهم بسيط كينتج عنه هاد الجريمة، الجريمة النكراء اللي وقعت هنا في الحي محمدي. الله يصبر الأم ديالو اللي في حالة صراحة حالة يرثى لها، الله يصبر الأم ديالو، الله يصبر الأصدقاء ديالو، الله يصبر جميع صراحة هاد الجريمة اللي هزز لها الرأي هنا في الرأي العام هنا في منطقة الحي محمدي عين السبع. الله يرحمه صراحة، الله يرحمه في هذا النهار، والله يصبر العائلة ديالو، الله يرحمه في هذا النهار كما كتشاهدوا معنا على المباشر أن اهتز لها الرأي العام هنا في منطقة ديال الحي محمدي. الله يرحمه صراحة. الشرطة العلمية والتقنية حاضرة هنا، رئيس الشرطة القضائية حاضر، السلطة المحلية حاضرة، الكل حاضر هنا لفك لغز هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها كما قلنا عساس هنا بهذا السوق ديال بازيل الحي محمدي. الجاني مازال في حالة فرار بعد ما اقترف الجريمة اللي هزز لها الرأي العام هنا بمنطقة الحي المحمدي. كما كتشاهدوا معنا الشرطة القضائية حاضرة هنا بقوة لفك لغز هذه الجريمة التي راح ضحيتها عساس اللي خدام هنا. سوء تفاهم ولا نقاش تافه أدى لهذه الجريمة، جريمة نكراء كما كتشاهدوا معنا الشرطة العلمية والقضائية والسلطة المحلية وجميع المسؤولين هنا ديال منطقة الحي محمد عين سبع حاضرين بقوة لفك لغز هذه الجريمة وسرعة الوصول إلى الجاني الذي لا زال في حالة فرار مباشرة من الحي محمد عين سبع كما كتشاهدوا معنا. هذا السوق اللي عرف جريمة ثانية بعد تقريبا أقل من شهر وعشر أيام التي راح ضحيتها مول طاكسي من طرف مول ديسير. بعد مول ديسير جا الدور مول الحوت اللي صفاها لهذا الشاب بدم بارد. الله يرحمه فهاد النهار استنفار كبير وكبير بزاف بالمنطقة اللي عرفت هذه الجريمة صباح هذا. وصراحة بجوجهم عندهم أخلاق حميدة وأخلاق طيبة، أخلاق طيبة وأخلاق حميدة. يا الله الجرائم صراحة اللي على والو، صراحة على والو على والو يتم شافي مكتب العمر ديالو اللي خلى واحد الحيرة هنا وكبيرة من طرف الساكنة ومن طرف الأصدقاء ديالو ومن طرف هذا مول الحوس عنده رمضة ناقش هو العساس ديال هاد السوق اللي هو السوق بازيل. أمور تافهة، أمور اللي صراحة تقدر تحل في دقيقة ولا دقيقة ونص كتأدي لهذه الجريمة صراحة، جريمة اللي هزز لها الرأي العام. ومازال البحث جاريا ومتواصلا على الجاني اللي دار هذه الجريمة في هذا الصباح في هذا المكان سوق بازيل. إذا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا كنتواجدوا معكم في سوق بازيل الحي محمدي مدينة الدار البيضاء. هذا السوق تعال حضور كما قلنا الشرطة العلمية والتقنية هنا في المكان للوقوف على هذه الجريمة. إذا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه الله يوسع عليه ضيق القبور. عساس كما تنقولوا راح ضحية تصفية جسدية من طرف مول الحوت اللي صفى عليه بدم باري. إذا
اذا كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه الدار البيضاء الجريمه النكراء التي اهتز لها الراي العام هنا بمنطقه الحي المحمدي مدينه الدار البيضاء من طرف مول الحوت كما كتشاهدوا معنا الشرطه العلميه والتقنيه حاضره هنا بعين المكان حاضره للمعاينه والتتبع والوصول الى الجاني الذي لازال في حاله فرار. الشرطه حاضره هنا بقوه. اذا لازلت معنا على المباشر. معنا كما كتشاهدوا معنا شاهد عيان اللي تم غيتم الاستنطاق ديالو من طرف هذا هو شاهد عيان اللي غادي يبين الامن باش يحكي التفاصيل. هذا هو الشاهد عيان كما تشاهدوا معنا. كيداير اخويا بخير؟ واش كتقول على الجريمه انت؟ خويا زيت انا لقيته مضروب. حضرتي ليه ياك؟ لقيته مضروب هنا في الجبهه ديالو مضروب هنا وشي ثقبه هنا. بلاتي نوريوك واش احكي لنا شنو وقع اخويا، احكي لنا شنو وقع هنا. ما حضرتش انا زيت لقيت السيد طيح. طيح في الارض. طيح في الارض مجموع عليه الزوقه، حاجه وحده اللي درت انايا عيطتي للامن. مشيت كنزري لعند البوليس البوست. اييه. جاو البوليس. هذا السيد كتعرفوا اللي مات لا؟ عساس هنا في المارشي. عساس مسكين اللي ضربوا؟ تا هو كينقي الحوت. كينقي الحوت، علاش ضربوا على شي امور تافهه؟ والو لا شي حاجه خاويه. خاويه. الناس كيعاودوا شي حاجه خاويه. نقاش تافه. والو شي حاجه شي نقاش ما يوصلش كاع لهذا الشيء. واش شي علاش هذا الشيء تقريبا؟ هذا الشيء علاش؟ انا ما عرفناش هذاك السيد واش مات ولا باقي. لا قال لك ضربه شتي انت شتي انت. مضروب ضربه في جبهته ومضروب ضربه هنا تحت. قال واحد الشاهد ديال هذا مازال ما عرفوش واش حي ولا ميت. اذا مات. اذا كما كتشاهدوا معنا المباشر مشاهدينا الكرام لازلنا معكم هذه الجريمه المروعه التي ضحى ضحيتها احد الاشخاص من طرف مول الحوت، وحنا كنتواجدوا معكم ومازال الشرطه العلميه مازال الشرطه القضائيه حاضره مازال كل شيء حاضر هنا. اذا هذا الشيء وقع في الحي المحمدي في مدينه الدار البيضاء. الشرطه العلمية جا هذا الجلدوان واش مات مسكين الدري مات 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 الطاكسي حقتك اذا لازم معكم المباشر في هذه الجريمه الاخر حرب نفس الطريقه نفس الله يسر الله يسر كما تنقولوا. الشرطة العلمية والتقنية حاضرة بعين المكان. إذا كما كتشاهدوا معنا حي محمدي الدار البيضاء جريمة صراحة نكراء. إذن اشنو وقع الشريط؟ انا ما حاضرش اخويا انا جيت دابا كنسمع. هنا عند الناس هذو بحال هكا اللي كيدير واحد الاسئله وديال المضارب وديال الاجرام هادشي المصالح. الانسان خصو يكون درويش كيقلب على رفقو كيقلب على خويه صرف ديال العقود اللي عايز يدير للوالدين ما خصوش يدير بحال هكا. الا وقعت جريمه اخرى هنا مول الديسيان. هادشي هي ما حضرتش ليها انا ولد هنا ولكن بحال هادشي ما كنطلب الله نهار الخيب مسا الغيب. انت غايب اليوم في هذا الخيب ولا كنترزق الله في حي عادي من غان انا ولد الحي ولكن دابا غير جيت سمعت هاد الحدث هذا راه بقى فينا هاد المشكله ما كنقولوش انسان بحال هكا كنقول الانسان يكون به خير ويترزق الله ويقلب على رزقه وهذا الشيء اللي كيديروا به الناس ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. اذا كما كتشاهدوا معنا مباشره اجي اخو اجي طاوع طاوع لا خليك اهلا وسهلا بكم عند عبد الله حاضر خويا انت حاضر ياك حاضر تجي من فين ديالي ديالي انا
لا ما بغيتش خليهم بعد علينا ديالكم لا باش تسمع لي باش تقول لي اسمع راه قال لي هاد خينا واش نمشي يضربهم اسمح لي الله يحفظك وين هاد اللي طلع دابا راه ولي يقطفوا في البلاصه حيت ما تدري مسكين وقع عندهم نسي بخلي الزبنيات لا لا سي حتتو ها حتتو المهنه ديالو عنده طاكسي اييه هذا خدا كان مع خدا بنتو ولا دار طاكسي حيت هاد السوق ديال خدار اييه واحد حاضر واحد الله الجريمة خويا اللي كنا تسنق لنا احنا ما انا ما كنسكنش هنا بالضبط ولكن الوقت اللي كنا دايزين كيقولوا بان عزيزنا اياه ضرب المرحوم كان بيناتهم شي حساب قديم هذو هما اللي كيقولوا الاخ ديالي هما الله عمر دار الحق كنقولوا احنا على ما كيقولوا الناس انا راه ما كنعرفش هاد الناس هادو وانما انا دايز من هنا هادو هما الاخبار اللي سمعت دابا حاليا سمعت بالله بيناتهم شي حسابات كانوا صفا وما عرفت بقاو عاقلين على شي حسابات قدام هذا هو اللي كاين العاق ديالي سوء تفاهم هما ربما هما كيقولوا راه كان الاخر مستعمل شي حاجه وربما ما كاينش هاد الشيء ما كاين حتى شي حاجه راه جاي خدام الانسان اللي غيكون جاي خدام وغيخدي اغراض ديالو الابناء ديالو العمار ما غيقدرش يدير شي جريمه وانما كاينه شي جريمه شي حساب بيناتهم حساب بيناتهم كان قديم الله يرحم اللي مات والله اخويا هاد الجرائم هادو كثروا في هاد الاواخر مع هاد شي حاجه اللي ماشي تلهي اللي كتخليه يدي حنا مدوزين هاد الشيء ومدوزين عده جرائم وراك عارف كي سجين سابق اللي دوز واحد 22 سنه حنا عارفين هاد الجرائم هادو كثروا بزاف كثروا بزاف وبواحد الحاجه مرتفعه بالاقراص موها الواسع الله يعفو الله يعفو على الدراري هادو راه ما كانوا مستعملين والو ربما كاين الله عمر دار بجوج ان لله وانا اليه راجعون المشكل شي سوء تفاهم بيناتهم حنا بالضبط ما عارفينش حنا ما كنسكنش هنا بالضبط ولكن الوقت اللي دايزين سمعنا ولكن الضحايا بجوج كتعرفوا الضحايا الله عمر دار بجوج هذا دار خطا والاخر شوف الله اعلم حنا ما عرفناش اش بيناتهم بالضبط حنا عندهم عمل دوليتي تقريبا بحال هكاك شي 34 36 ما عرفتش بالضبط اخويا ما نقدرش ناكد لك بالضبط ولكن اللي وقع هذا الصباح هذا هو اللي سمعنا الله يرحمه ويوسع عليه